حياتي الشهيد الله يرحمه روحه ويجعله الجنة نظرنا بني أبو الرائد مع أخوتي أمجد فايد مهندس في كتابة زين قسام ومحمد فايد معه موجودين بالمنطقة هون معهم عند عتاد موجود اللي هي عبوات محلية الصنع اللي موجودة زائد كلاشنين زائد مسدس M16 وجات معهم فاتفقوا انه احنا بدناش نطلع في تقولات حديث انه الشباب بتحاصروا بالمناطق الثانية قالوا نضال احنا هون مش حنطلع انت هيك تطلع عم تتكلم شو بتطلعني ما احنا صرنا متورطين صرنا كاتلين يعني صاروا قاتلين جنود نضال وامجاد الله يرحمه محمد قاتلين جنود قبل كمين 13 ثلاثة أربعة خمسة الله أعلم كذا جنود صار مكتول فصاروا يعني متورطين قالوا نطلع على أي شان قد حتى مسجون نسأل الله الشهادة فبنصبوا الكمين احنا بنستنى فنصبوا الكمين واستنوا الجيش وهو جاي جيش فايت من هون قالوا خلي الجيش يفوت براحته تأثير الجيش وين متجمع كله في النص مع بعضه تأثير كلياتهم موجودين وقراب على بعض مباشرة واحد بتم ضرب العبوات واثنين بباشروا بإطلاق النار من نقطة صفر فكان في بعض المنطقة من هون مضروب مقصوفة كان في من ردم كان في لوح زينكو جاي بشكل ميل اللي وقعوا بالكمين هون أولها 12 جندي 12 مطرح انشفوا قتلة في أربعة منهم جرحى سحبوهم نضال أمجد وحطوهم في المنطقة هون الأربع جرحى عشان يفاوضوا عليهم نضال طوالي تاول مخشيرهم وحاجة طوالي على الجهاز قال له ما عندي في أربع جرحى وهاي أسماءهم موجودة وهاي اللي باقي الوحدة كلياتها كلياتهم موجودة وهاي باقي الوحدة كلياتها موجودة عندي القوة اللي موجودة اللي ودتوها الدبدبان فإذا بتحبوا أنتوا تأخذوا بعض منهم أحياء بسلمكم أربع جرحى أحياء مقابل انسحاب كامل من مخيم جنين دون اعتقال أي حدا ولا إصابة أي حدا من اللحظة هاي ولا بقولوا نضال مين كده مين اللي بيحكي معي عفوا قال له ابو الرائد يعني مين اللي بيحكي معي قال له مش بيهمكيش مين اللي بيحكي معك كده واحد انتوا قالوا احنا ثلاث قال له هسه بنجيب لك طيار صليب احمر تنقلكم من مخيم جنين وين بدكم على الاردن على لبنان على مصر بس تنطين اربع جرحى طيبين قال له انا ما بطلب الي بطلب لمخيم كامل نضال قال له بقول لك انسحاب كامل مخيم جنين بينسحاب ولا فيش انسحاب قال له مشاور الجيش قال له معك لحظات بس تنطيني بعد ثلاث اربع دقائق الرد او لا عندك الجيش قياده الجيش كلها موجوده بحدك ففعلا قياده الجيش كانت موجوده وين عند سعاده موجوده ولا بقول له صعب جدا انسحاب ما خلصناش المهمه قال له صعب جدا انسحاب قال له صعب قال له بسمعك اعدامات وامجد اعدم طوالي اعدام الاربعه الجرحى فورا فهون قال له امجد طنبلين من قطع الموجودات قرب امجد هاي في قطعه هون في قطعتين مفقودات قطعتين تحت الجنود يعني كلب الجود هن تحت القطع مسفيين عليهم كام قطع لب كله هذا القطع برضه شايل اولى فيهن لو بنحمينا نسوان حتقاوم بيه ما زال في عند الحمد لله عد قال له هذول 12 وين 13 قرب بفك الدغادبه وطال هذاك وطاخخ طوالي اطلق النار فورا على حياه امجد الله يرحمه مباشره اعدام ادم استشهد امجد على المطرح بنفس الدقيقه يعني وطبعا تفاجأ الجندي اللي طخ امجد لما طلع طخ امجد تفاجأ انه شاف القتلى الجنود كلهم مرميين كان صار بده يسلم يعني يرفع ايديه يشير يديم بس صار عادي امجد الله يرحمه طوال نضال عدمه في وحده جاي من جهه ثانيه من جهه تحتها وحده الاسناد بسموها هاي طالعه مشان تقيم جثمين بلغ الطيران انه القوة انتهت قتلنا واحد طبعا نضال بده يغطي مطرح ما كان موجود امجد كان مستشهد فورا تم اعدامه بمنطقة مش بعيدة كان شفته فهون ظل محمد بكمنتا بده طول الوحدة الثانية وحدة الاسناد مشان يسحب جثمين اول اربعة طلوا تم اصاباتهم اصابات بالغة منهم قتل وبجوز واحد منهم الاربعة اللي طلوا عاش من اربع جنود فطلعوا طوال يصيحوا انه ايش خبلانين فصلتوا كل الطيران والموضوع كلياته على المنطقه هون بطل يعرف هذا بطخ لورا ولا بطخ لقدام محمد فطوال صمتوا استشهد الله يرحمه حتى شوفير الجرافي باكد على الموضوع هذا نفسه شوفير الجرافي جاب معه مقابله بنفس اليوم قالوا مركوا اصحاب الي من وحده اسناد
وكانوا استنى وقف عن هذه عبين ما نفوت احنا نجيب الجسامين ونطلع. فكان مركوا عني كانوا مبسوطين واتخرف معهم، كانوا في بيني وبينهم يعني حديث. فاتوا وطلعوا طوال يصيحوا يصرخوا محملين اربعه منهم. من هون ودور كل الحاره كلها انهدت، لانه هون كان في مقتل ما قبل 13 جندي، مقتل ثلاث او اربع جنود بنفس المنطقه هاي. حياه امجد الله يرحمه كان يعني كل ما اقول له انت بدك تظل تكون بدك جاهز بدك تسوي، يعني بكل بدي انت كم لاعمامي ازيار الحكي، انا كل شيء بضحك علي بقول لا بضحك عليك انك تكون انت لاعمامي انتقموا لهم لحالهم. نعم. اما انت اذا تشكي لنا ان الدين رد كم لك انت انجز مشان ما نتغلبناش يا امجد الله يرحمه. الله يرحمه. فبكي ظل مزح انا وياه بالموضوع هذا. أنا نجل الشهيد نضال النباني من مخيم جنين. طبعاً لما نسمع قصة الكمين بالتحديد بحس بشعور فخر واعتزاز، هو وأخوانه اللي عملوا الكمين اللي هو أخو أمجد محمد وأمجد محمد الفايد عملوا كمين. طبعاً رفع راس تقريباً كل حدا وطني مسلم عربي بأدوات صغيرة استطاعوا أنه يكسروا الجيش كامل. المقاتلين أذلوا الاحتلال على أرض هذا المخيم، هنا قتل 13 جندي وضابط صهيوني و12 ضابط وجندي جراح مختلفة، وطلبوا وقف إطلاق النار وقالوا لهم اذهبوا إلى ياسر عرفات وتكلموا مع ياسر عرفات، نحن لا نكلم أحد، نحن في الميدان نقاتل وسنستمر بالمعركة. دخلوا من أجل أنهم يشوفوا أنه يعني مسيطر على المخيم ولا لا، فوجدوا الكمين في وجههم ودفعوا الثمن غاليا. طبعا ارتفعت معنويات كل المقاتلين، كل أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية. هؤلاء المقاتلين اليوم أحفادهم، أحفادهم بيحملوا البندقية، أبناء المقاتلين والشهداء والأسرى بيحملوا البندقية وبيستمروا بالمسيرة. بنقول للاحتلال إنه معركة المخيم لم تنتهي ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال وعودة اللاجئين إلى ديارهم في فلسطين المحتلة عام 48 وتحقيق أحلام هؤلاء الناس بالحرية والاستقلال بإذن الله.